غاب الساروتو عن مظاهرات الشمال السوري وحضرت كلمات لطالما تغنى بها في حمص وحلب وإدلب وحماة. جمعة الوفاء للساروت افتقد فيها المتظاهرون صوته الصداح للمرة الأولى منذ بداية الثورة السورية وانطلاقها في عاصمتها حمص. إن شاء الله راح نظل مستمرين بالثورة حتى إسقاط هالمجرم السفاح بشار الأسد اللي صارت بلد المليون المليون ونص شهيد عيدها الجزار بشار الأسد، وبإذن الله ما راح نوقف عن الثورة حتى إسقاطه أو الفناء. بزاعة وعزاز ومارع وإدلب والعديد من المناطق الأخرى أبى الأحرار فيها إلا أن يكملوا مسيرة الساروت حتى بعد استشهاده. غاب الساروت عن المظاهرات وحضرت صوره التي رسمت في قلوب محبيه قبل لوحاتهم ولافتاتهم، قلوب اشتاقت لصوت وحد السوريين في حياته وبعد مماته. خرجت جماهير مهجرين محافظة حمص في منطقة إعزاز لتقول لشعبنا العظيم بأننا مستمرون على درب شهيدنا الغالي عبد الباسط الساروت، على دربه في الثورة وفي الحرية وفي الكرامة. ثمان سنوات نادى فيها الشهيد عبد الباسط الساروت بمطالب السوريين، بصمة ومسيرة تركها في تاريخ الثورة السورية لم ولن ينساها الأحرار.